يعني مش غريب لكم البابا فرانسيس رتلوا وصحة لكم وما توقفوا. جيسيكا وحسيب بدعيكم تنضموا لإلي، شكرا لكم جورج وكارن وإلي، تفضلوا. رح نرجع نسمع كمان منكم بعد شيء حلو كتير من جوقة معهد القديسة رفقة. بنحيي هون الأخت مرانا سعد، نسلم عليها كتير ومنشكرها على كل هالمجهود يلي بعتقد عم يثمر أجمل أصوات من لبنان، أفضل موسيقيين وجيل مش بس بغني بيسبح ربه، وبعتقد هيدي صورة لبنان الجميلة. صحيح. تسلم هالأصوات الحلوة فعلا يلي زينت لنا نهارنا كمان أكثر وأكثر، أصوات يلي مكرسة لتسبيح الله، فعلا أصوات نقية ومن القلب بالرغم من البرد. ما بعرف كيف عم يطلع صوتكم بالرغم من البرد القارس هلا صار. نشكركم كثير على كل الاجواء الحلوه اللي حطيتوا لنا اياها اليوم. ميرسي كبير لكم. حسيب رح بلش معك اليوم. يعني الصوت لما يكون بيرتل بده ينحط قدام مسؤوليه، فانت لما ترتل قدام اي مسؤوليه عم بتحط صوتك وعم بتحط حالك. هو الهدف انه نصلي بالاخر. لما بترتل اذا كنت فعلا انت بداخلك عم بتصلي رح يوصل احساسك ورح توصل صلاتك للعالم، وبتكون انت نجحت بالمسؤوليه يلي عم تنحط فيها. قد ايه صار لك بالجوقه او بجوقه، يعني من اي عمر بلشت تكوني عم ترتلي لالله؟ انا بلشت من عمر كتير صغير، كنت بالرعيه يعني بالكنيسه، وبعدين صرت يعني بس صرت شوي صبية بعمر 17 سنة تقريبا دخلت على جوقة، وبجوقة قديسة رفقة من أول ما بلشت. شو اللي دفعك من البداية تكوني عم ترتلي مع الرعية؟ الأهل شو لهم دور هون؟ هلا أهلي لهم دور كتير كبير. هلا أنا برعية صغيرة، ضيعتي صغيرة ورعيتي صغيرة، بس أنا بحب يعني وكنا صغار وكان في حدا يعني هي تجي تمرنا وهيك ننبسط انه هي هلا انا بدي اقول سولو وهيك وهيك كبرت معي يعني الاشياء. حلو. حسيب اليوم المطرح اكيد له رهبته، له مهابته، مشهد الناس الجايين، القديس شربل يعني بيعرف بعرف انه بيعني لكل واحد منكم،
كل هالمعطيات كيف بتخليك كيف بتخلي الصوت يطلع؟ برجع بعد لك شغلة، هي قصة إنه نحن عم نصلي، وخاصة ما شربيل هالقديس العظيم، ما فينا ما نسمع أخباره ونطلع على حياته كيف عايش، وما نفوت بهالجو الصلاة. وكوننا اليوم نحن هون عم نرتل بهالمطرح اللي كتير مقدس ويلي بيعني كتير للبنانية كلهم ولكل المسيحية بالعالم وغير المسيحية، هيدا اليوم لقلنا نحن فخر كبير إنه نكون موجودين بهذا المطرح وعم نتشارك معكم هيدا النهار اللي كتير حلو. يا ريت كمان بتخبرونا عن حياة الجوقة، يعني أنتو كمان كجوقة بتصيروا جماعة ملتزمة مع بعضها، بأغلب الأوقات بتكونوا مع بعضكم، نشاطاتكم الدينية مع بعضكم ونشاطاتكم الدنيوية بتصير كمان مع بعضكم، يعني بيصير في جماعة كاملة ومساندة لبعضها. شو الحياة اللي بتعيشوها وقدي أهميتها؟ هلا نحن إذا بدك صرنا عائلة وكبيرة صارت. قدي كم شخص صرتوا؟ الكبار يعني الشباب والصبايا 95 تقريبا 96 والأطفال جوقة الأطفال كمان 96 شخص، فجوقة كتير كبيرة، بس ما منحس بكبرة لأنه كل ما حدا يجي جديد من يعني نجرب قد ما فينا نخليه يصير من هالعائلة، يعني منعيش كعائلة. نشاطاتنا أصلا على طول تقريبا عم بتكون سوا، وعنا تمرينتين بالجمعة، نهار الجمعة ونهار الأحد، ف انه على طول يعني حتى صار عندنا اصدقاء، اصحابنا صاروا من الجو او صرنا كلنا اصحاب، يعني ما في انه حدا جديد لا خليه هلا بعيد او جاي انترو على الجو، بالعكس يعني بنخليه هو يحس انه نحن عائله. يعني حياتكم صارت مشابهه لوقفتكم كجوقه. مزبوط. تصور هيك. نحن بنسمع هلا من جورج وكارين، مع انه غير انه نحن بنحب العذراء، أكيد كل راهب العذراء بحياته إلى مكانة وإلى مطرح، وهي هالشفيعة المهمة بكل دقيقة، وخاصة لشربل بتضل رفقته. أكيد وشفيعة كمان الأمات، مش هيك؟ أكيد. لأنه بتسلموها أولادكم وبتقولوا لها ربنا يحميهم، فبنعرف إنه أنت كأم كاتيا إن شاء الله بتصيروا أمات كارين وجيسيكا وأمي وكل أمات العالم بيسلموا ولادهم للعذراء. بقى رح نسمع يا مريم والبكر، مش هيك؟
نحن بدنا نشكركم ونحييكم سريعا هيك بعشر ثواني للمشاريع الجديده لجوقة القديسة رفعة. هلا عم نحضر لعيد الكبير، في كونسير عم نحضر له، وفي اكيد كونسيرات بالصيفيه، في كونسير سنوي نحن عم نعمله بالصيف، وغير هيك بعد مش عارفين يعني. انا عارف بشكل اكثر، في سفرات وفي في مهرجانات ومشاريع كبيره، ما بخبركم عنها. يعطيكم العافيه. عم يعيشوا لحظه بلحظه ويوم بيوم. مظبوط. هيدي كمان من تعاليم شربل، اللحظه الحاضره هي اهم شيء. نحن خلص نهارنا. صح، خلص نهارنا. خلص نهارنا على الهواء، ما خلص نهارنا كمان مع الاباء بالدير، بدير مرمرون، يلي بنوجه لهم تحيه كثير كبيره على استقبالهم الكثير حلو لنا اليوم ولكل اكيب الام تي في. شكر كمان لاداره الام تي في اللي عم تسمح لنا يكون عندنا هالوقفه وهالنهار المميز بكل سنه. بيقول شربل اثبتوا بايمانكم واثبتوا بمحبتكم، وجه الارض رح يتغير، بس انتم اثبتوا على وجه المسيح، على على هالامنيه انا بختم. نقول نحن ثابتين، والثابتين هن اللي بيخلصوا، من ثبت يخلص. بدي اشكر من كل قلبي احلى شباب وصبايا معي، بشكركم من كل قلبي من الخمسه الصبح، يعني هن هون بقلب هالبردات، أربعة الصبح. يعطيكم الف عافيه والله يأجركم. بدي اشكر المخرج فادي حداد، البروديوسر تاتيانا معماري، بدي اشكر طوني، ساعدوني شباب كارلا، الكل اديب، نانسي، شربت، كل الشباب، سيمو، كل الشباب وصبايا الام تي في، الكاميرامانية، الصوت، الديكور، يعطيكم الف عافيه. ومار شربل يحميكم ويحمي عيالكم. الختام مع اجمل اصوات جوقة القديسة رفعة، ولشربل من دير عنايا المشهور. مزبوط، يعطيكم الف عافيه ونهار مبارك. مجبول محبي.